من منتخب الشباب نروح بقى للمنتخب الأولمبي واللي خاض مباراتين وديتين مهمتين مع الإمارات ثم أستراليا. طبعا بيتلقى المنتخب الأولمبي غدا إن شاء الله لكرة القدم مع نظيره السعودي ببطولة غرب آسيا الدولية الودية تحت 23 سنة، وهي البطولة التي تقام في ضيافة السعودية ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يستعد منتخبات غرب آسيا لخوض منافسات أمم آسيا المؤهلة للأولمبياد والتي تقام الشهر المقبل في قطر. امبارح كان تدرب المنتخب الوطني وسط أجواء متقلبة الحقيقة بسبب الأمطار والرياح، وحرص ميكالي المدير الفني على الحديث مع اللاعبين في بعض الجمل الخططية، وخاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية في صالة الجيم. وكان المنتخب الأولمبي بدأ مبارياته بالبطولة بودية قوية فاز فيها على الإمارات بهدف عالمي للمهاجم بلال المظهر، ولكن في ثاني تجربه صادفوا الحقيقة سوء حظ كبير في مباراته أمام أستراليا بالدور قبل النهائي للدورة الودية، وخسر بركلات الترجيحية، بينما خسر منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف.